أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. الرحمن فاسأل به خبيرا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت.
فسبح بحمد. وكفى لي بذنوب عبادي خبيرا. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك
السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والذين يبيتون
سجدا وقياما والذين يبيتون لربهم سجدا الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا اصرف ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا اصرف إنها ساءت مستقرا والذين لا يدعون مع الله إلهاً والذين لا يدعون مع الله إلهاً ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يزنون
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور وإذا ذكروا بآيات ربهم
الذين يقولون ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا صدق الله العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم. قصورها الذهب لمن كان يخاف من اللهب فيها أنهار العسل لمن كان بالله متصل هي درجات والعلا للتقي الذي بالقرآن يتصاعد آيات بينات من الذكر الحكيم تلاها على مسامح حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ رمضان عبد الحفيظ قارئ القرآن الكريم والمقيم بمركز ومدينة دمنهور بالاشتراك مع الهندسة الصوتية والفراشة الحديثة المتنقلة في كل مكان التي ركبت تحت إدارة وإشراف أولاد السماحي المقيمين بلقانة باسم عائلات الشريف نشكر الذين سعوا إلى العزاء وتحملوا مشقة السفر والشكر للجميع وإنا لله وإنا إليه راجعون.